وأولى فقراتنا نرمين عن رح نحكي عن موضوع يمكن كتير حساس وكتير من الأشخاص يمكن ما بينتبهوا لخطورة وأهمية الموضوع، طريقة حفظ الأدوية وشو هي الأدوية اللي نحافظ عليها بعيداً عن درجة حرارة الشمس العالية وشو هي درجات الحرارة المناسبة للأدوية. رح نحكي عن الطريقة الصحيحة لحفظها مع الصيدلانية هالة شاهين، دكتورة في كلية الصيدلة بجامعة دمشق. صباح الخير دكتورة، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير، يسعد صباحكم. صباحك وأهلا وسهلا فيك. دكتورة، عم نحكي عن موضوع ارتباط درجة الحرارة بطريقة حفظ الأدوية. خلينا نحكي شو الصحيح اليوم بحفظ الأدوية قبل ما نفوت على موضوع الحرارة وطريقة صحيحة لحفظ الأدوية. تمام، كثير بتشكركم أنه طرحتوا هذا الموضوع، لأنه مثل ما تفضلت يمكن الناس ما بتنتبه أنه طريقة حفظ الأدوية هي عامل أساسي بأنه نحصل على الفعالية الكاملة من الدواء. الحقيقة الدواء، خلينا بس نحكي التركيبة الدوائية. طبعا الدواء نحن بنشوفه جاهز بالصيدليات، لكن هو عبارة عن تركيبة مؤلفة من المادة الدوائية الأولية، مادة واحدة أو أكثر، ومضاف لها اللي نحن بنسميهم سواغات، اللي هي عوامل أو مواد مساعدة لحتى تعطيني الشكل الصيدلاني اللي أنا عم بحصل عليه. هلأ دراسات وقت عملت هاي التركيبة عملتها بنسب ومقادير متساوية ودرستها لحتى نحصل عليها بأحسن شروط ممكنة لتعطينا أفضل فاعلية ممكنة. أي تغير بالشروط يلي يتعرض لها الدواء بده يأثر على هالتركيبة هي من المواد الأولية مع السواغات الموجودة، ممكن يصير تفاعلات ضمن الدواء لحتى وممكن نحصل على مركبات سامة أو ممكن نحصل على فقدان للفعالية إلى آخره. إذن الشروط يلي بنحفظ فيها الدواء أو التركيبة هي شروط كتير محددة كتير دقيقة لازم ننتبه لها. أهم شيء ما يكون الحفظ قريب لا على مصدر حراري ولا على مصدر رطوبة، لأنه الرطوبة والحرارة كتير بيأثروا بيعملوا أو بيشجعوا على تفاعلات بتصير ضمن المادة الدوائية. إضافة لهالشيء تعرض الدواء خاصة الدواء الحبوب والأقراص والمضغوطات تعرضها للهواء كتير بيأثر أيضا على فعاليتها، حتى الضوء مؤثر على الفعالية الدوائية اللي نحنا بدنا نحصل عليها من الدواء. إذن كتير مهم ننتبه للتركيبة الدوائية، نحنا شو هي العوامل اللي عم تتعرض لها، وبس حفظناها بالشروط المثلى يلي هي جاي معها نحصل على أفضل فعالية. دكتورة، دائما نسأل حالنا شو هي الشروط الصح أو الشروط المثلى مثل ما تفضلتي وحكيتي، لما بنشوف بعض الأشخاص يمكن بيحفظوها بالبراد لجميع أنواع الأدوية على اختلافها وعلى أنواعها، البعض الآخر يمكن بكفي يقول نحطها بالمطبخ أو نحطها بالصيدلية بمكان يمكن بعيد عن متناول الأطفال، هو الشيء كافي، فخلينا نميز عن المكان الصح. تمام. وهل لكل نوع من الأدوية شروط حفظ تختلف عن النوع أكيد. الآخر؟ أكيد. هلأ يا محلى المطبخ، نحن عم نشوف ناس عم تحفظ الأدوية بالحمام، بخزانة الحمام بيحطوا الأدوية. تمام. هلأ برجع بقول كتير مهم نحن نحفظ الدواء بمكان خالي من الرطوبة وبعيد عن الحرارة. البراد هو وسط عالي الرطوبة، فبالتالي أنا وقت بدي أحفظ فيه الأدوية خاصة الأدوية الجافة، يعني المضغوطات والأقراص والكبسولات، أنا عم حطه بوسط عالي الرطوبة. لو كان هو ضمن العبوة بده يتأثر بالرطوبة الموجودة فيه. والشراب دكتورة نفس الشيء؟ أبداً ما منحط دواء حبوب أو كبسولات ما منحطها بالبراد. الشرابات ممكن نحطها بالبراد إذا كان مذكور على العبوة أو مذكور ضمن النشرة المرفقة بالعبوة الدوائية أنه هي لازم تنحفظ بالبراد. نحن دائماً منوجه أنه الحفظ الأمثل بالبيت يكون بمكان جاف ومظلم وبحرارة الغرفة، يعني مو شرط بالبراد، إنما أنا بخصص له خزانة خلينا نقول أو رف معين ضمن الخزانة عندي بيكون مظلم بعيد أكيد عن المطبخ وعن الحمام لحتى يكون بعيد عن الرطوبة وعن الحرارة، وبدرجة حرارة الغرفة. درجة حرارة الغرفة هي درجة ملائمة لأغلب أنواع الأدوية. سألتي عن الشرابات، الشرابات طالما هي مسكرة ومحفوظة هي أنا بدرجة حرارة الغرفة بيكون كتير منيح بالنسبة إلها. بعض أنواع الشرابات بيكون مكتوب عليها أنه بس فتحناها هون بحطها بالبراد، ممكن إذا كانت تعليماتها مذكور فيها هذا الشيء. عندنا شرابات الأطفال، شرابات الالتهاب يلي بتنعطى للأطفال يلي هي بتجي بشكل بودرة وبتنحل. تمام. هي حتما أنا بس حليتها بدي حطها أكيد بالبراد، لأنه ما تحتوي لا تحتوي على مواد حافظة، فبالتالي أنا ممكن إذا تركتها بحرارة الغرفة تفسد. إذن كل دواء في له طريقة حفظ مذكورة ضمن النشرة المرفقة بالعبوة الدوائية أو ممكن على الكرتونة بدنا نقراها قبل ما
ما نستخدم. دكتورة عفوا، البعض بيقول يمكن أدوية الالتهاب بشكل خاص مجرد فتحنا العبوة مدتها 7 أيام، البعض الآخر بيقول لا طالما نحن حافظينها بطريقة صح مسموح استخدامها. شو الصح؟ لا، شربات الأطفال اللي بتنحل معها 7 ل10 أيام فقط لا غير، وبعد منها بدي ارميها حتما ولو كان بقيها نص الأنينة. يعني بيجوز في ناس بتقلك انه طيب باقي نص الأنينة، اوكي لو باقي نصها، نعم، بس اعرفوا انه بس حفظتوها لأكثر من هذا الوقت هي فقدت فعاليتها. اذا انا هدول الشربات بحفظهم لمدة 7 ل10 أيام. نعم. حتى عنا الأطرات العينية بس فتحناها لو استخدمناها لمرة واحدة بعد شهر من فتحها بدي كبها، لأنه عملية فتح القطرة العينية يعني هي صارت على تماس مع الهواء المحيط، ممكن تأخذ شيء من الجراثيم اللي هي موجودة بالهواء المحيط فيها تتجرثم، وبالتالي إحنا الأطرات العينية لازم تكون وسط عقيم تماماً لا يحتوي على أي جرثومة. إذن كل دواء فيه له طريقة حفظ، المفروض نحن قبل ما نستعمل أي دواء إلنا أو لحدا عنا بالبيت نقرأ النشرة المرفقة بالعبوة الدوائية لأنه مذكور فيها كل الشروط المناسبة للتخزين. دكتورة خلينا نرجع لموضوع تأثير درجات الحرارة على الأدوية. يمكن بعض الأشخاص بيحتاجوا أنه يوميا يأخذوا كميات من الأدوية، عندهم بعض الأمراض المزمنة وبيحتفظوا بأدويتهم مشان ما ينسوا بالسيارة، وهذا الشيء نحن ما نعرف قديش السيارة يعني تختزن كميات حرارة كبيرة. خلينا نحكي عن خطورة هذا السلوك وتأثير الحرارة بشكل كبير على بعض يعني المركبات إذا بدنا نقول. نعرف يمكن في درجات الحرارة العالية ممكن تحول بعض المركبات لشيء سام يعني. أكيد. بالعكس اكيد هلا حفظ بالسياره مرفوض رفضا قاطعا صيفا شتاء. يعني حتى بكره بالشتاء نقول انه والله طيب الطقس بارد، ولو بارد الحفظ ضمن السياره بتلاحظوا بالشتاء بنكون برا بردانين، اذا السياره واقفه بالشمس او هي بنركب خايت فينا. حفظ الادويه ضمن السياره مرفوض رفضا قاطعا. هلا اللي بيضطر ياخذ ادويه بشكل يومي وهو بيغادر البيت لفترات طويله ممكن يحملهم معه بالشنطه، لكن بده ياخذ احتياطه. بالفتره اللي مرقنا فيها كان في درجات حراره عاليه جدا بالاربعينات، هون لازم ياخذ بعين الاعتبار انه علب الدواء او الحبوب الدوائيه اللي هو عم ياخذها يحاول يغلفها بكيس نايلون يحتوي على بوز مثلا، يخلي قريب من الدواء لحتى ما ترتفع درجة حرارته، لأنه ما في دواء لا يتأثر بدرجات الحرارة العالية. أكثر دواء ممكن يتحمل لدرجة حرارة الغرفة اللي هي 25-27 درجة مئوية، أعلى من هيك حتما بده يتخرب الدواء، ومثل ما قلتي ممكن يفسد، ممكن نخسر فعاليته. لذلك اللي مضطر ياخد أدوية وهو عم بيغادر البيت لفترة طويلة يحاول يرفقها مع أي شيء مبرد، مثلا حافظة دواء مبردة أو كيس نايلون في بقلبه شوية بوز يخليه مع علب الأدوية. طيب. لحتى يحافظ. دكتورة في مركبات أو أدوية ما بتستحمل حرارة أبدا عن غيرها، يعني عوامل الخطورة فيها لتفسد أكثر من غيرها؟ بالنسبة للحبوب والكبسولات كلياتها بتتحمل لدرجة حرارة 25. هلأ في عنا أصناف الهرمونية خاصة مرضى السكري اللي بيستخدموا أنسولين، الأنسولين ما بيتحمل أكثر من درجة حرارة 8 مئوية. لذلك اللي إذا عندكم حدا قريب مريض بالسكري بياخد أنسولين بتلاحظوا أنه دايما يحتفظ فيه بالبراد، فإذا بده يطلع من البيت وياخد معه الأنسولين لأنه بده يستعمله أثناء النهار، هون أكيد بده يجيب حافظة مبردة للأنسولين، وإلا إذا بيغادر الأنسولين بيطلع من البراد وبيضل معه كل النهار ما لح يحصل على فعالية نهائية. نعم دكتورة، الأشخاص كتير بيسألوا شو هي المظاهر اللي ممكن تظهر على الدواء لنعرف إنه الدواء صار فاسد، في حال إحنا احتفظنا فيه بشروط ممكن تكون هي صحية لكن فسد الدواء. أحياناً بيطلع ملامح فساد، لكن للأسف أحيانا بيفسد الدواء وما بيظهر عليه أي شيء. هلا نحن بدنا نراقب الرائحة، بعض أنواع الأدوية بيصير في إلها رائحة كريهة بس تفسد، ممكن تغير بالقوام، هي منشوفها كتير بالكريمات والمراهم، بيقولوا بالعامية مصل، بيصير شيء جامد مع سائل تماما، بس شفنا الكريم أو المرهم بهي الطريقة عرفوا أنه صار فاسد. ممكن يتغير لون الحبة، عندنا مثلا تيتراسيكلين اللي هو دواء التهابي كتير يؤخذ لحب الشباب، هو لونه أصفر بس فسدت تتحول للون بني، بس شفنا لون الحبة تغير إذن هي فسدت. إذن مجموعة من العوامل نحن بدنا نلاحظها على الدواء حسب شكله الصيدلاني، مثل ما قلنا الرائحة، تغير اللون، تغير القوام، لاحظنا هيدي الأشياء المفروض فوراً أنه نرمي الدواء بالقمامة. هلأ برجع بقلك في بعض أنواع الأدوية للأسف ما بيطلع عليها ملامح للفساد،
هون لذلك لازم يكون نحن منتبهين كيف عم نخزن الدواء لحتى ما يتعرض لفساد وناخده ونحن ما لنا عارفين. دكتورة يمكن كلياتنا بصيدلية المنزل يعني في عنا كميات كبيرة من الدواء بنستخدمها وما بنستخدمها، فلما يصير لنا أي عرض بناخذ هذا الدواء وبعدين نكتشف إنه هو خلصت مدة صلاحيته، أحيانا للأسف ممكن نشتريه وما لنا منتبهين، نحن ما لنا قريانين تكون خلصة مدة صلاحيته، فهون أكيد الدواء يمكن بيكون فسد، ولا بيقولوا لك إنه في فترة صلاحية بتكون غير المدة المكتوبة على العبوة، شو صحة هاي المعلومة؟ بالنسبة لتاريخ انتهاء الصلاحية نحن دائما بنأكد إنه الحفظ السليم بيخلي تاريخ انتهاء الصلاحية ساري بعد التاريخ اللي مذكور على العبوة. كيف؟ تاريخ انتهاء الصلاحية الشركات وصلت لتحدد هذا التاريخ لكل دواء بناء على دراسة فعالية الدواء. تاريخ انتهاء الصلاحية يعني انه الشركة المصنعة تضمن هذا الدواء صار او فعال 100% لغاية هذا التاريخ يلي مذكور على العبوة. انا اذا حفظته بطريقة جيدة حيضل هذا الدواء يحمل فعالية عالية، بجوز ما تنزل فعالية اكثر من 5% او 10%، حيضل في نسبة فعالية بنسبة 90% 95%، برجع بكرر بشرط الحفظ السليم للدواء أثناء فترة سريان الصلاح. ممكن يتحول لحالة تسمم لا سمح الله إذا تناولنا أدوية وخالصة مدتها؟ إذا تاريخ خالص تاريخ انتهاء صلاحيته ومتعرض لمثل ما قلنا لرطوبة لحرارة عالية إلى آخره، قد يتحول تصير تفاعلات سامة ضمن الدواء ويعمل حالة تسمم مثل وقت بناخذ أي شيء فاسد. يعني كيف وقت بناخذ طعام فاسد، نفس الشيء بالنسبة للدواء، إذا كان فاسد إذا كان متعرض برجع بقول لرطوبة وحرارة أعراض تسمم واضحة وصريحة. الشيء الأخطر وقت بتفسد الأدوية مو بحالة التسمم اللي بيساويها، بفقدان الفعالية. كثير من الأدوية لما بتتعرض لعوامل خارجية مثل ما قلنا رطوبة هواء ضوء حرارة بتفقد فعاليتها، وفقدان الفعالية كثير خطير وقت بنكون عم ناخذ نحن دواء مزمن لحالة صحية خطيرة مثل أدوية القلب مثلا، أدوية الضغط. هون بيكون المريض عم بياخذ الدواء بدون ما يحصل على فعالية، فممكن يصاب بنوبات من ارتفاع الضغط الشديدة جدا، ممكن حالة قلبية، ممكن حتى مرضى السكري، مرضى الغدة. إذا كان الدواء النوعي اللي عم بياخده فائت فعاليته، هون الخطورة لسه أكبر من أنه ياخد دواء يسبب له تسمم. لذلك لابد من الانتباه لحفظ الأدوية لحتى ما نوصل لها الحال. بعض الأمهات دكتورة منلاحظ أنه ممكن يحتفظوا بأدوية الالتهاب، أدوية خافضات الحرارة في حال حدث أي طارئ ممكن بالليل ما يعتازوا يستخدموها، في حال خلصت مدة هذا الدواء مثل ما منقول وعطوها للأطفال. كمان هون تسمم الدوائي ممكن يحصل مع الأطفال بأدوية الالتهاب أو حتى خفضات الحرارة. هلأ أنا الحقيقة بدي ركز على فكرة، مضادات الالتهاب ما المفروض نحن نحتفظ فيها بالبيت لأنه هي لا تعطى عشوائيا. نحن صيدلية المنزل المفروض ينوجد فيها أنواع محددة من الأدوية، هاي اللي لازم على طول موجودة، اللي هي خافضات الحرارة لكل أفراد المنزل. يعني عنا صغار وعنا كبار، بدنا نحط بصيدلية المنزل خافضات حرارة للكبار وللصغار، أدوية الإقياء، أدوية الإسهال ومضادات التحسس. ما عدا ذلك أنا ما المفروض أحتفظ عندي بكميات من الدواء وما المفروض خزن أدوية، لأنه كل أنواع الأدوية الثانية لا تستخدم عشوائيا. هدول الأدوية الأربعة اللي أنا ذكرتهم ليش منخليهم بصيدلية المنزل؟ لأنه إذا صار حالة بالليل مفاجئة لبينما أوصل لعند طبيب، هي حالات مهددة للحياة، يعني حرارة ارتفاع كتير شديد أو حالة إسهال مائي ممكن يصير تشفاف عند الشخص المريض، نفس الشيء الإقياء، حالات التحسس اللي تجي مفاجأة نتيجة لدغة قرصة إلى آخره. لذلك هدول حالات مهددة للحياة، أنا بحطهم عندي بالبيت الأدوية لأنه بقدر بستعملهم لهالحالات. ما عدا ذلك أنا ما المفروض خزن بالبيت. لو خزننا دواء، لو فرضنا مثل ما تفضلتي الأم استخدمت دواء فاسد لطفل، نفس الأعراض اللي حتصير عند الكبير حالات التسمم نفسها حنشوفها عند الطفل تماما. لذلك ما المفروض نخزن، ما المفروض نستخدم أي دواء قبل ما نتأكد من تاريخ انتهاء صلاحيته. برجع بأكد الحفظ السليم كتير بيوفر علينا وجعة راس وبيوفر علينا كل هالمشاكل. شوية نرمين، طريقة حفظ الأدوية بالشكل الصحيح ممكن بتغيب عن بال كتير من الأشخاص تماما. ومخاطر استخدام الأدوية الفاسدة كمان بتغيب عن كتير من الأشخاص. دكتورة بنصائح شو ممكن إحنا نحتفظ بأدوية معينة في حال حبينا مثلا دواء معين نحتفظ فيه لفترة أطول، في خطوات معينة ممكن تتصرفها السيدة هون؟ مثل ما قلت لك أهم شغلة ما نخزن أدوية بكميات كبيرة،
الاعتناء بطريقة التخزين يكون بمكان جاف ومظلم وبدرجة حرارة مناسبة. دائما قبل ما نستخدم أي دواء نطلع على النشرة المرفقة ضمن العبوة الدوائية، نأكد على شروط التخزين لأنه كلياتها بتكون مذكورة ضمن النشرة. صيدلية المنزل برجع بقول ما المفروض أكثر من 4 أنواع من الأدوية يكون موجود فيها، يلي هي خافضات الحرارة، أدوية إسهال، إقياء ومضادات تحسس. ما عدا ذلك لا تخزنوا ولا تستخدموا أي دواء عشوائيا إلا بعد ما تسألوا أي طبيب أو أقرب صيدلي موجود. بالنسبة كمان للفيتامينات دكتورة، كمان إلى مدة معينة من تاريخ الصلاحية أكيد في حال أكيد ما استخدمناها بشكل دوري؟ الفيتامينات والمكملات الغذائية الحقيقة في مفهوم خاطئ عند الناس إنه هي فيتامينات ومكملات غذائية، هي ما أنا دواء. لا، هي دواء، هي مركب دوائي مثل أي دواء تاني وتخضع لنفس شروطه، وايضا لا تستخدم عشوائيا. كمان هي بنشوفها كثير عند العالم انه بتلاقيهم عم بياخذوا كميات كبيره من الفيتامين، انه اي فيتامين هذا انا جسمي بياخذ شو ما بده بيكب الباقي. لا يا جماعه، اذا جسمنا مانه بحاجته، مثل كانه نحن عم ناخذ دواء نحن مالنا بحاجته. لذلك حتى الفيتامينات حتى المكملات الغذائيه ننتبه تماما قبل ما ناخذها، ما ناخذها قبل ما نعمل اختبار او تحليل باي مخبر انه احنا فعلا ناقصنا هذا الشيء ومستعيد عنها. يعني انا بفضل بوارد غذائي متوازن بيكون افضل ما ناخذ فيتامينات. دكتوره حكيتي كلمه كثير مهمه، الجسم بكب الباقي، يعني المصطلح بكب الباقي من الفيتامينات، هي صحيحه ولا لا؟ ممكن عن جد هي يكون في ضرر او بيتحول لشيء خطر، مثلا اذا عم نحكي مثلا دواء الاعصاب، ب12، فيتامين د؟ لا، انا عم بحكي بالنسبه للفيتامينات. بالنسبه للفيتامينات في عنا نوعين من الفيتامينات، فيتامينات ذوابه في الدهون وفيتامينات ذوابه في الماء. هلا الفيتامينات الذوابه في الماء، انا اذا اخذت جرعه شوي عاليه وجسمي مانو بحاجتها ممكن يرميها الجسم من خلال تناول. انا بشرب كميات كبيره من المي فبينطرح الكميه الزائده، واللي هن هدول فيتامينات سي وبي، مجموعه فيتامينات بي وسي، هدول فيتامينات ذوابه بالماء. ممكن شرب الماء بكميات كافيه يخلصني من الجرعه الزائده منها. لكن انا بالنسبه لفيتامين دي وفيتامين اي، هن فيتامينات ذوابه بالدهون، والفيتامينات الذوابة بالدهون مشكلتها انه هي تراكمية، يعني هي بس فاتت على الجسم ما بقى تطلع بسهولة منه. لذلك هون الجرعة الزائدة، هون كأني عم باخذ انا جرعة من اي دواء تاني زائدة عن الحد، رح تعمل لي مشاكل تماما، لها مضاعفات وتعمل لي مشاكل كثير خطيرة. لهيك منقول بالنسبة للفيتامينات الذوابة بالدهون خاصة اللي هن دي واي اي، ما يتاخذوا الا نكون نحن عاملين تحليل وعارفين انه نحن فعلا بحاجه انه ناخذهم، نحن فعلا عندنا نقص لحتى ناخذهم بالجرعه المناسبه يلي تسكر النقص اللي موجود عندنا. من الامور يمكن دكتوره اللي بنشوفها شوي ممكن تصير وما بنعرف اذا لها كمان مضاعفات، بعض الاشخاص بينصابوا بمرض معين بيوصف لهم الدكتور دواء معين لمده مثلا 7 ايام، اجتهاد شخصي من الاشخاص ممكن يكملوها للعشر ايام او 15 يوم لحتى يضمنوا الشفاء. يا ريت 15 يوم نلاقي اشخاص عم ياخذوا صار له 3 شهور صار له 8 شهور لانه الدكتور من مدري ايمت قال له خذوا. الحقيقه كثير مهم نتقيد بتعليمات الطبيب، يعني الطبيب شاف الحاله شخصها، هو بيعرف انه هذا الدواء لا يلزم لاكثر من 5 ايام 7 ايام، لا تاخذوا اكثر من الوقت يلي قال عليه الطبيب، وكمان لا تاخذوا اقل من الوقت اللي قال عليه الطبيب. يعني نحن هي بنشوفها بادويه الالتهاب، بتلاقي اخذ اول يوم ثاني يوم شاف حاله انه هو تحسن، نزلت الحراره، ايه خلص انا قايل للدكتور خذوا 5 ايام خلص انا صرت منيح واقف. لا، رجاء التقيد بتعليمات الطبيب، قال 5 ايام يعني 5، يعني مو 4 ولا 6، 5 بدنا نتقيد، لانه هذا كثير مهم لنحصل على فعاليه ومنظر جسمنا. دكتوره قبل ما ينتهي وقتنا، كمان في بعض الاشخاص بيعانوا من امراض مزمنه وبيفضلوا انه يشتروا الادويه حاجتهم لثلاث شهور او 4 شهور، بخافوا انه ينقطع الدواء، فهي العاده قديش صحيحه برايك؟ حتى لو احتفظوا فيه مثلا بالصيدليه هي محبذه او لا برايك؟ لك شغلي، اذا كان هلا احيانا الاشخاص المسنين يلي ما عنده حدا يجيب له ادويته، مثل ما قلتي بخاف من انه تنفقد، او يمكن هو بيستصعب الطلعه من البيت لحتى يجيب الادويه، ما عندي مانع انه يجيب كميه من الدواء بشرط انه بالبيت برجع بقول يحفظها بطريقه سليمه. ولا اتوقع انه نحن اليوم خاصه بالصيف ما حدا فينا قادر يحفظ الدواء بطريقه سليمه، نتيجه للاسف انقطاع الكهرباء، درجات الحراره العاليه، قد ما حاول يبرد الجو ضمن المنزل بده يضل في أكيد حرارة. نعم. إذا خاصة بفترة الصيف لا، أنا ما بنصح يخزنه، ممكن بفترة الشتاء يجيب علبتين ثلاثة يخليهم عنده ليضمن إنه هن موجودين، أوكي،
ويراعي شروط الحفظ والتخزين السليمة لحتى ما يفسد الدواء اللي موجود. أكيد نشكرك دكتورة على كل الأجوبة اللي قدمتي لنا إياها، طبعاً استفسارات كثيرة حول هذا الموضوع، نتمنى التقيد لأنه أكيد النتائج ممكن تكون ببعض الأوقات كارثية بالاستخدام الخاطئ. شكراً لك دكتورة. شكراً لكم، نهاركم سعيد. تأثير الحرارة مثل تأثير البرودة عرفنا من حضرتك، والرطوبة، وأهم شيء نعرف وين مكان الصيدلية بالمنزل، مو نروح نحتفظ فيها كثير بنشوفها جنب المطبخ كمان. لا مطبخ ولا حمام، برات المطبخ والحمام أكيد. تمام، ومو بالبراد كمان، هي كثير نقطة كثير مهمة. بدنا نشكر كثير وجودك الصيدلانية هالي شاهين، وحضرتك دكتورة في كلية الصيدلة بجامعة دمشق، أهلا وسهلا فيك.